السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم سارة من قناة لي ديليس دو سارة. وصفة اليوم هي حلوة لا فوغي نوار، جديدة بزاف، ما كاينش اللي ما كتعجبوش. نقدم لكم طريقتي الجد مبسطة في التحضير، خليكم معايا باش نشوفوا المكونات وطبعا طريقة التحضير والتزيين. اذا غنبداو بالمرحله الاولى وهي لو كيك. غنحتاجو 4 البيضات، كاس معمر من السكر سنيدة مع قليل من الملح، كاس معمر من الزيت، 200 غرام ديال الدقيق، ياغورت فاني، 3 الخمارات وجوج معالق كبار من الكاكاو، وطبعا المول اللي كيكون كيتحل من الجناب دهناه بالزبده ورشينا عليه طبعا الدقيق. كناخذوا اناء كنوضعوا فيه البيض، فاني، سكر سنيدة مع قليل من الملح، كندمجوا جميع المكونات مع بعض حتى نحصلوا على واحد الخليط تقريبا اللون ديالو كيكون ابيض. من بعد كنضيفوا الياغورت، الزيت، الكاكاو، الدقيق والخمارات. نضيفوا الدقيق شيئا فشيئا حتى نحصلوا على هذا الخليط. كنوضعوه في القالب وكنسخنوا الفرن جيدا وكنوضعوا فيه الكيك على نار مهيله حتى كيطيب من تحت ومن الفوق. كتلاحظوا معايا لو كيك تاب، كنحيدو من لومول اولا من القالب ديالو وكنوضعو في اناء باش نقسمو على جوج. طبعا في لافوغي نوار كتكون عندنا الكريمه من الوسط ديال لو كيك ومن الفوق.
كنبداو في التقطاع ديال الكيك ديالنا. كناخذوا سكين على هذا الشكل كيكون بحال المنشار من الجناب الا كان متوفر عندكم، سينو كديروا غير السكين العادي. كنحاولوا اننا نمروا بالجوانب ديال الكيك وما ندخلوش السكين حتى لداخل، فقط من الجوانب على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي ناخذوا خيط على هذا الشكل ونحاول انني ندخله في الجوانب ديال الكيك ونجر غير بشويه بشويه على هذا الشكل. هكذا كنضمنوا ان الكيك غادي يتقطع لينا مزيان والطبقه الاولى غادي تجينا بحال الطبقه الثانيه. دابا غادي نمروا لتحضير لاكريم. غادي نحتاجوا لاكريم شانتيي وكاس من الحليب يكون بارد. كنأكد على هذه المعلومة، الحليب خاصو يكون بارد وطبعا خلاط كهربائي. كناخدو إناء كنوضعو فيه ساشي ديال لاكريم شانتيي وكنضيفو عليه الحليب. بالنسبة لاكريم شانتيي كيف ما كتعرفو كتكون ديجا حلوة، دونك مكينلاش أننا نديرو فيها السكر. إذا كنبداو في الخلط جيدا حتى كنحصلو على واحد لاكريم اللي هي عقدة. كنوضعوها على جنب وكنمروا لتحضير الشوكولا اللي غادي نزينوا به لا فوغي نوار. اذا كناخذوا دي طابليت ديال الشوكولا على هذا الشكل وكناخذوا سكين اولا هذه الاله كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنحاولوا اننا نجروا من الجانب الشوكولا وكنحصلوا على شكل مموج كيف ما كتلاحظوا معايا. دابا غادي نمروا للمونتاج ديال لو كيك. كناخذوا الطبقه الاولى من لوكيك كنسقيوها بالقهوه سريعه الذوبان. خديت كاس ديال الماء مخلط مع معلقه صغيره ديال القهوه مع جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. اذا كنغليوهم فوق البوطه اولا على النار حتى نحصلوا على واحد لو سيرو ديال القهوه. كنسقيو به لوكيك جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف طبقه اولى لا كريم شانتيي كنسرحوها على لوكيك كامل. من بعد كنوضعوا الطبقه الثانيه من لوكيك كنسقيوها بالقهوه سريعه الذوبان ومن بعد كنعاودوا ونغطيو بالكريمه. طريقه جد سهله ما كتطلبش منا شي مجهود كبير، ونحاولوا اننا نخليو القليل من لاكريم شانتيي باش نزينو به لوكيك.
كنوزعوا الكريمه على لو كيك كامل، كناخذوا الفيرميسيل ديال الشوكولا وكنوزعوه على الجوانب حتى كيتغطاو لينا كلهم بالفيرميسيل ديال الشوكولا. الجوانب ديال لوغاتو كناخذوا الشوكولا اللي سبق وحضرنا وكنوزعوه على السطح جيدا. وزعنا الشوكولا على سطح ديال لو كيك، كناخذوا كريمه كيف ما قلت لكم، سواء كتاخذوا هاد لا كريم اولا كتخليو القليل من لا كريم شونتيي كديروها في بوش اولا الجيب الحلواني وكتشكلوا على شكل وريدات على هاد الشكل. من بعد كتزينوا بلي سوريز اولا الكرز اولا حبل الملوك، كيعطي شكل جميل. وكذلك كتصبودريو القليل من السكر كلاصي من الفوق ديال لو كيك. الشكل النهائي ديال لوغاتو ديالنا اولا لا فورينوار، ملي كنساليو التزيين ديالها كندخلوها للثلاجه باش كتبرد جيدا، ومن بعد كنقدموها. كتجي رائعه جدا، لذيذه بزاف وزيد سهله في التحضير. كنتمنى ان لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعموا لي بلاي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. وكذلك بالنسبه للناس اللي اول مره يشاهدوا القناه، ضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد.